النهارده جات لنا مكالمة تليفون من الأستاذة بوسي محمد علي، ساكنة هنا في أبو أتاتا بجوار مترو فيصل في نفس المنطقة اللي أنا فيها تقريبا، لسه هنشوف بيتها فين. سنها 28 سنة، وبوسي كانت سايبة على رسالة التليفون طلب إنها نفسها تجهز نفسها، لأنها بتقول اتخطبت 4 مرات قبل كده ودلوقتي هي مخطوبة وفرحها قريب ونفسها تتجوز على العيد. لما تسمعوا قصة بوسي زي ما هي حكيتها لما كلمت على تليفون البرنامج، قصة مؤلمة جدا. بوسي إنسانة مكافحة جدا، وأبوها يعني راجل توفى من 3 سنين بعد ما أصابه المرض، وبعدين والدتها تعبت عليها وكانت بتبيع فطير عشان خاطر تصرف عليها هي وأخواتها، لغاية هي كمان ما جالها مرض في عينيها. والمهم في الآخر هي عائلة مصرية جميلة كادحة وفقيرة، لكنها مؤمنة وصابرة جدا. عشان كده احنا جايين النهاردة عشان نحقق لبوسي حلمها. تعالوا معانا نحقق لبوسي حلمها. انا اسمي بوسي محمد علي، ساكنة في ابو اتاتا بجوار مترو فيصل، ما بشتغلش واتخطبت 4 مرات واتفسخت الخطوبة بسبب الجهاز، وامي دلوقتي بتشتغل عشان تصرف علينا، وابويا متوفي من 4 سنين 3 سنين، وحلمي اني اجيب اجهزة كهربائية الجهاز بتاعي واتجوز. انا عندي 28 سنة وما بشتغلش دلوقتي، ياريت تحققوا لي حلمي وتجيبوا لي الاجهزة الكهربائية دي. السلام عليكم. متعرفش بوسي محمد علي ساكنه فين؟ الدور الكام؟ الثالث في العماره دي. السلام عليكم. صباح الخير. كل سنة طيبة. أنا عمرو الليسي. حضرتك ده منزل بوسي محمد علي؟ أيوه. حضرتك؟ أيوه. أنت بوسي؟ أيوه أنا بوسي. أنت كلمتي برنامج حقق حلمك؟ أيوه كلمته. كلمتي أمتى؟ كلمته من فترة كده عشان كنت مخطوبة 4 مرات وحصلت مشاكل واتفسخنا بسبب الجهاز العروسة. إنها الأجهزة الكهربائية. كان طلبك إيه؟ الأجهزة الكهربائية. احنا نقعد معاكي شويه؟ تعالى اتفضل. دي والدتك؟ دي والدتي. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح الفل. مساء طيب. وانت طيب. انا كوسي كده قاعده كوسي جنبنا كده. احكي لي بقى ايه الحاجه، انت حكايتك ايه بقى؟ انا والدي ولا ماما شكلها ست اميره قوي يعني. لا خليك لك يعني ربنا يكرمك بيها. انا والدي متوفي ومعايا اخ وعنده 6 ولاد، فما حدش يعني اتخطبت 4 مرات ودي الخامسه. اتخطبت 4 مرات؟ لا ودي الخامسه. بس مش معايا ان انا اجيب جهاز العروسه اللي هو الاجهزه الكهربائيه. هو طبيب بيشتغل ايه دلوقتي؟ ميكانيكي. ميكانيكي؟ وانت بتشتغلي ايه؟ لا ما بشتغلش. وعايزه تشتغلي ولا تقعدي في البيت؟ عايز نقعد في البيت. الوالده بقى تحكي لنا الحكايه ايه بقى؟ نعم. واضح انك انت شقيانه وتعبتي عليه. الحمد لله. جوزك مات من 3 سنين؟ من 3 سنين وشويه، داخل في الرابعه. كان عيان؟ كان عيان عنده جلطه بقاله 3 سنين قبل ما يموت. فشل كلوي. كان بيشتغل؟ لا كان بيشغل في الفرن. بعد ما مات انت عملت، انت عندك غير بوسي مين تاني؟ ما عنديش غير هي بس الاخرانيه دي، رندا وطارق. انتوا عايشين في الاوضه دي؟ احنا عايشين فيها. يعني كنت عايشه انت هنا انت وجوزك والولاد الثلاثه؟ والولاد الثلاثه هم اتجوزوا وانا لسه. هم اتجوزوا؟ لا طارق كان اتجوز قبل ما اجي هنا. ما شاء الله. بس دي اللي اتجوزت وانا هنا. أختي دي سر باباكي الله يرحمه. دي ابويا. طب بعد بقى ما والد بوسي توفى عملتي ايه حضرتك؟ ما عملتش حاجه، كنت بشتغل، وبعد كده لما عيني وجعتني وراحت قعدت في البيت لما عيني راحت، باخد 560. ده معاش ايه بقى؟ معاش الفرن. ده معاش بتاع الفرن؟ ده معاش الفرن. وانت عملتي ايه بقى بعد ما توفى؟ صرفتي على بوسي ازاي واخواتها ازاي؟ كنت ببيع فطير على المترو. بفطير كويس؟ بجيب من الدكان وببيع وربيتهم الحمد لله. اظن يعني تربيه البنات بعد وفاه الاب بتبقى صعبه، صح؟ بتبقى صعبه. صح بتبقى صعبه.
تعبتي حضرتك؟ الحمد لله ربنا كملان على خير يا رب. دلوقتي امنيتك ايه؟ امنيتي اطلع الحج وابقى مبسوطه والحمد لله على كده ختم الكتاب والحمد لله. انت بقى خدت الشقه فين؟ فين؟ عندنا في الشارع برضو. هو يكون بعيد عن مصر؟ لا ما هنا قريبه ليها، الشارع بعدنا بشارعين كده. شارعين اه. طيب فاضل لك ايه بقى المفروض؟ الاجهزة الكهربائية، الثلاجة والغسالة والبوتاجاز. دول ما جوش لسه لغاية دلوقتي؟ مش قادرة تجيبيهم؟ لا ماما وصل ما مش معاها ان هي تجيب. كانت اجيب كارد قلت لها لا كارد حرام يخرب البيت. انت فكرت تاخدي كارد عشان تجيبي لها الاجهزة الكهربائية؟ اه والله. اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انت دلوقتي دخلك كام في الشهر يا ام؟ 560. الأوضة دي إيجار ولا تمليك؟ لا ده إيجار ب 120. يعني 560 نشيل منهم 120 يعني هيبقى تقريبا 440. اه. عايشة بيهم أكل وشرب ونوم؟ عايشة بيهم الحمد لله. هعمل إيه؟ على قدي. طب والعلاج بتصرفيهم؟ العلاج بجيبه على التأمين. على التأمين. اه. أنت ست عظيمة. الله يخليك. أنت يعني ربنا يكرمك الحمد لله. الحمد لله راضية يا حاجة. الحمد لله. الحمد لله. احمدك يا رب الحمد لله. اصل الرضا ده دي نعمه من عند ربنا. اهم حاجه، اهم حاجه الرضا الحمد لله. انت راضيه؟ اه الحمد لله نعمه. اه الحمد لله. انت بقالك قد ايه في الاوضه دي؟ انا بقالي 26 سنه هنا. 26 سنه يعني من عمرك تقريبا؟ لا من قبليها. لا من قبليها بسنتين. انا عندي 28 سنه. من قبليها بسنتين. ده انا عموما انا عايز اقول لك انا جاي النهارده عشان احقق حلم بوسي. انا جاي وجايب لها معايا الاجهزه الكهربائيه بتاعتها اللي هي تكمل بيها جهازها ان شاء الله باذن الله. الف الف مبروك. اتفضلي بقى يلا. انت معلش احنا جينا فجاه، انت لابسه جاهزه تنزلي معانا تستلمي الحاجات؟ البس العبايه. يلا البسي العبايه انا مستنيك يلا عشان تنزلي. تعالي يا ستي ادي البوتاجاز وادي الغساله. شكرا. فاضل ايه يا ماما؟ جاش يا جماعه ها، وفاضل لسه الثلاجه. شوفي الاول الغساله البوتاجاز بتاعك ده اللي يعجبك. اه حلو جميل. تمام حلو جميل. ودي الغساله شوفيها كده، دي بتشيل كتير على فكره وفول اوتوماتيك. الحمد لله ما شاء الله. تمام تعالي نشوف الثلاجه كمان. الثلاجه فين؟ وادي الثلاجه. اقف عندك يا عم الاحسن اهي. الثلاجه اهي يا ستي. تعالي شوفيها، افتحي شوفيها، خشي تعالي شوفيها. تعالي يا امي اتفضلي. سمعونا زغروطه بقى كده يا جماعه. تعالي بقى يا بوسي. دلوقتي الغساله اهي، البوتاجاز والثلاجه. في حاجه ثانيه عايزها؟ لا ربنا يكرمك. شكرا. انا الحلم طبعا. شكرا. بذمتك لما اتكلمت كنت فاكره ان احنا هنجي لك؟ لا ما كنتش واثقه. ليه؟ لان ممكن بيتعملوا عليك كده وخلاص، لكن كحقيقه لا. طب وحاسه بايه دلوقتي بقى؟ لا الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك لنا فيك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك. مبسوطه؟ طبعا الحمد لله. عازمين على الفرح؟ اكيد طبعا. كلمي بقى جوزك يلا عشان يجي ياخد الحاجات دي عشان نطلعها على البيت بقى. ماشي حاضر. ماشي حاضر. طيب عايزه اي حاجه؟ الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك ان شاء الله باذن الله يبقى فرح جميل ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمها ان شاء الله. ربنا يخليك. يا تتجوزوا ايه على العيد؟ اه ان شاء الله العيد. اه ان شاء الله. طيب يلا عشان تعيدوا بقى ان شاء الله.